بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. How are view elements identified in the Android program؟ إزاي أقدر أوجد العناصر اللي موجودة في البرنامج عندي أو أعرفها عشان أعرض عليها بيانات معينة؟ أنا بيبقى عندي شوية views حلو جوه الأكتيفيتي جوه السكرين بتاعي، ازاي اقدر اجيب العناصر دي عشان احدد عنصر معين عشان اعمل فيه ايفنت معين، حلو، حدث معين او تريجر معين، حلو. طيب الفيو elements can be identified، اقدر اعرفها باستخدام keyword find view by id، بجيب الفيو ده من خلال الاي دي، كل فيو بيبقى ليه يونيك اي دي بجيبه منه. طيب define الاندرويد توست، ايه هو الاندرويد توست؟ الاندرويد توست هي رساله بظهرها لليوزر عشان مثلا اليوزر عمل لوجن فبظهر له توست رساله معينه كده بتبوب اب في نص في تحت السكرين، السكرين من الاخر اقول له ان انت مثلا تم تسجيل دخولك بنجاح. يبقى الاندرويد توست provides feedback to the user، بدي feedback لليوزر بحاجه معينه about operation being performed، عن عملية معينة زي ما قلنا مثلا log out فبقول له you have logged out successfully. It displays a message، بتعرض رسالة regarding the status of operation initiated by the user. Give a list of important folder in Android، ايه اهم الفولدرز اللي موجودة في اي مشروع اندرويد. عندي الاندرويد مانيفست دوت اكس ام ال، ده اللي بنعرف فيه البرميشنز بتاعتنا، السيرفيسز، اسم الابلكيشن، الباكج بتاعت الابلكيشن اللي هي يونيك، الثيم بتاع الاكتيفيتيز وغيرهم، والبيل دوت اكس ام ال، والباين، والسورس، والريسورس، والاسيتس. Explain the use of bundle in Android، ايه استخدام البندل؟ البندل هو انترفيس بعرف فيه او ببصي فيه بيانات معينة عشان ابصيها من مكان لمكان. انا رايح عندي لستة من الاوردرات، حلو، فكل لستة دي فيها اي دي. طيب انا محتاج ابصي الاي دي ده للسكرين اللي بعدي اللي هي هتعرض لي تفاصيل الاوردر ده من خلال الاي بي اي، فانا محتاج ابصي الاي دي من السكرين دي للسكرين دي، فهحط الاي دي ده في باندل، هبصيه لباندل واستقبله من خلال الباندل. وي يوز باندل تو باس ذا ريكوايرد داتا، عشان ابصي البيانات المطلوبه تو فاريوس سب فولدرز. وات از ان ابلكيشن ريسورس فايل، ايه هو الابلكيشن ريسورس فايل؟ ذا فايل ويتش كان بي انجكتد for the building up of a process called application resource file. يبقى بسمي الملفات اللي انا محتاج اعمل لها inject ك resources لملفات ال application. هنكمل بقية الأسئلة في الفيديو اللي جاي.